مشاهدينا الكرام، السلام عليكم إلى جولة جديدة من السودان هذا المساء من قناة الشروق. نبدأ بالعناوين. تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد. نهر النيل تعلن إحكام إقلاق الحدود مع مصر لمنع انتشار كورونا. الحكومة تخصص قوات مشتركة في جميع الولايات لجمع السلاح. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات ليوم أمس السبت، حيث سجلت الحالات الجديدة سجلت من ولاية الخرطوم 42 حالة، القضارف 5 حالات، شمال كردفان 4 حالات، وشمال دارفور حالة واحدة، وجنوب كردفان حالة واحدة. أما الوفيات فقد سجلت وفاتين في ولاية الخرطوم وثلاث وفيات بولاية الجزيرة، علما بأن حالة واحدة من وفيات ولاية الجزيرة قد توفت في مركز العزل بمدينة سنار. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 1164 حالة متضمنة 64 حالة وفاة. قطع مدير شرطة ولاية نهر النيل اللواء خالد حسان بإغلاق وتأمين حدود الولاية مع جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية في مواجهة كورونا. وأكد حسان بأن الحدود مع مصر مغلقة تماما ومراقبة بمنظومة قوات عسكرية وأمنية مشتركة مدعومة بكوادر صحية مؤهلة، كاشفا عن إحباط قواته للعديد من المحاولات لتهريب متسللين إلى داخل الولاية. وأكد مدير شرطة نهر النيل وجود خطة مماثلة وموازية لإغلاق منافذ وحدود الولاية غير المباشرة مع مصر عبر الولايتين الجارتين البحر الأحمر والشمالية، وأبان أن القوات المرابطة على الحدود على أتم الجاهزية لتنفيذ مهامها على الحدود بشكل محكم وبكفاءة أمنية عالية. نحن عندنا حدود مع مصر، حدود غير سالكة لكن عندنا فيها، ونحن من أول الولايات اللي بادرنا، عندنا قوات عسكرية وكوادر صحية من منتصف مارس متواجدة في حدودنا مع مصر، رغم أنها حدود غير سالكة. عندنا حدود مع مصر غير مباشرة مع الولاية الشمالية ومع البحر الأحمر، كل المنافذ عندنا فيها قوات وقوات أمنية عسكرية وقوات وكوادر صحية عشان تتعامل مع الحالات، واتقبضت حالات كثيرة وفتحت لهم بلاغات، ولحد الآن الأمور ماشية كويس واستعداداتنا مكتملة، المعينات موجودة، القوة موجودة، الخطة موجودة، والأمور ماشية على ما يرام. وفي السياق، أكد رئيس دائرة الصحة والسكان بنهر النيل عبد المنعم بلة استقرار الأوضاع الصحية بولايته، كاشفا عن تقييد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد وسط أحد كوادره الصحية. وأوضح بلة أن الحالات الثلاثة الموجودة بمركز العزل تماثلت للشفاء. الأوضاع الصحية في ولاية لحد ما مستقرة الحمد لله. عندنا 8 عينات كان أخذت من مرضى بالولاية، التمني عينات حتى الآن عندنا 5 عينات سلبية وواحدة عينة إيجابية لواحد من كوادرنا المناضلين في هذا الزمن، ونتمنى له الشفاء. عندنا كوادرنا تعمل في مركز العزل، ولدينا 3 حالات في مركز العزل، وهي الآن تتماثل للشفاء التام بإذن الله. شكلت ختام فعالية أسبوع المرور العربي بولاية نهر النيل إحدى الآليات الفاعلة والمساندة للسلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا. وقد تركت الفاعلية التي شهدت تكريم كوادر الجيش الأبيض في مراكز العزل تركت أثرا كبيرا، وقدمت فيها معينات غذائية للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وأيضا تركت حافزا معنويا وسط العاملين في القطاع الصحي. ملحمة إنسانية وطنية نبيلة اتحدت فيها المواقف والمشاعر، وتنوعت فيها المبادرات واتسقت فيها الأدوار تحت مظلة فعالية أسبوع المرور العربي بولاية نهر النيل. الفعالية التي وظفت مضامينها ومظاهرها الاحتفائية لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.
منذ الرابع من مايو بدأنا هذه الفعاليات، عملنا انتشار ميداني واسع في الطرقات وفي أماكن الازدحام المروري، وزعنا مطبقات، وزعنا كمامات، وزعنا معقمات للإخوة مستخدمي الطريق مع توعية صحية كاملة جدا جدا لمخاطر جائحة كورونا، ويشاركنا في ذلك الإخوة بوزارة الصحة، ساهموا معنا إسهام كبير في تقديم هذه المطهرات والكمامات والمعقمات. ياسر محمد الشيخ، دكتور وليد محمد بخيت، دكتور. تعانق في ختام فعاليات أسبوع المرور العربي التي اختير لها كبر الحرية بعبرة، تعانق فيها كوادر وأفراد الجيشين الأبيضين في الصحة والمرور، فكان العرفان هو جزاء الإحسان من قيادة شرطة الولاية والمرور لكافة منسوبي وزارة الصحة مركزيا وولائيا. نحن أثرنا في ختام الفعاليات دي أن نكرم القطاع الصحي والكوادر الصحية، الجيش الأبيض يعني هم في المقدمة، خط الدفاع الأول، ونحن كلنا خلفه، كلنا نحن الأجهزة الأمنية، الأجهزة التنفيذية، قطاعات المجتمع العريض لازم تكون خلف الجيش الأبيض. عسى ولعل نقدم لهم قليل مما قدموا الكثير وقدموا ضحايا في سبيل تقديم العناية اللازمة للمرضى. ومع تعدد المبادرات المجتمعية وتلاحمها مع الجهود الرسمية للدولة للتصدي لجائحة كورونا، فإن القطاع الصحي لا يبدو وحيدا في هذا المضمار، بل مسنودا ومدفوعا بالدعم اللوجستي والفني والمعنوي. مبادرة المرور طبعا أصلا الشرطة هي سباقة في كل المجالات، ففي إطار احتفالات أسبوع المرور العربي خصصوا هذا العام ليكون لتكريم الجيش الأبيض والعاملين في الصحة، وعلى رأسهم العاملين في مراكز العزل، وعلى رأسهم العاملين في مراكز العزل شمال شرق عبرة. الدكتور أسير محمد عبيد، الدكتور بابكر الشعري بابكر. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. أقرت اللجنة العليا لجمع السلاح تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة في رئاسة الفرق العسكرية في جميع ولايات السودان تنحصر مهمتها في جمع السلاح. وترأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الاجتماع الثالث للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، واستعرض الاجتماع سير عملية جمع السلاح وضبط تهريب العربات إلى داخل البلاد. وقال المقرر والمنسق الفني للجنة والمتحدث الرسمي باسمها عبد الهادي عبد الله عثمان في تصريحات صحفية إن اللجنة خرجت بعدد من القرارات في مقدمتها تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة في رئاسة الفرق العسكرية في جميع ولايات السودان تنحصر مهمتها في جمع السلاح، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة في كشف الأسلحة المخبأة. خرجت اللجنة بعد نقاش مستفيض عدة قرارات، نذكر أهم هذه القرارات الآتي: تخصيص قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية في كل ولاية مخصصة لجمع السلاح، أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للكشف عن الأسلحة المخبأة بواسطة المواطنين في الولايات، منع استخدام عربات الدفع الرباعي اللاند كروزر التاتشر بالذات بواسطة المواطنين، استخدامها إلا للقوات النظامية فقط، وعلى الأجهزة الأمنية مصادرة أي عربة تاتشر متحركة داخل الولايات لصالح الدولة، مصادرة كل العربات غير المغننة أي المهربة والداخلة السودان بطريقة غير مشروعة لصالح الدولة، عدا العربات الموجودة حاليا بطرف حظائر الجمارك. أعلنت حكومة ولاية كسلة وفاة 3 وإصابة 79 آخرين أمس السبت جراء احتكاكات أفراد من قبيلتي البني عامر والنوبة بكسلة، وأكدت القبض على 59 متهم من الطرفين وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم. وقالت الولاية في بيان بتوقيع الوالي المكلف اللواء الركن محمود بابكر محمد همد اليوم الأحد إن الاحتكاكات وقعت بكسلة الخميس الماضي، وتم احتواؤها في وقتها بتدخل قوات المنظومة الأمنية بالولاية.
وأضافت غير أن هذه الأحداث رعان ما تجددت صبيحة الجمعة وأسفرت عن وقوع جرحى وعمليات حرق للمنازل، وتم إسعاف المصابين لتلقي العلاج. أعلن والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود عن انتهاء تداعيات الأزمة الأخيرة بين مجموعتين من الرزيقات والفلاتة بمناطق محلية تولوس. وأوضح الوالي لدى جولته مع قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في مناطق انتشار القوات المنتشرة في مناطق النزاعات، أوضح أن أعداد من المواشي تم إرجاعها إلى أهلها وتم القبض وحسم عناصر التفلت، وأشار إلى استقرار الأوضاع وهدوء الأحوال بالمنطقة. وقال الوالي إن مهمة القوات مستمرة لفرض المزيد من الإطمئنان للمواطنين. نعلم تماما إن جماعة المتفلت لا قبيلة له، وبناشد أحلنا الإدارات الأهلية المتفلت وما يسرق بحايم بيجي لقبيلته، فقبيلته طوال تثبته حتى إنه القبيلة الثانية ما تجي تهجم القبيلة ويسلم المتفلت. دي حقيقة الشغلين اللي بدت كده، ونحن نعلن تماما انه الحمد لله النزاعات والقتال والاختطاف كله وقف تماما، ونشرنا قوات كثيره جدا قرابه 500 عربيه في كل انحاء الولايه. ونحن والله نقول التحيه والتجليل لكل قواتنا، فرقه 16 مشاه والدعم السريع وشرطه الولايه وجهاز المخابرات وكذلك قواتنا الجويه. احتوت السلطات بجنوب دارفور تداعيات النزاع القبلي بمحلية تولوس بين مجموعتين قبليتين، وذلك لإنفاذ خطة الانتشار الأمني والقبض على الجنى والمتفلتين وإرجاع المواشي المسروقة. وأكد قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو فرض الاستقرار وحسم كافة التفلتات، وأن قواته ستبقى في مهمتها حتى تقديم كل من شارك أو ساهم في تأجيج المشكلة للمحاكمات العادلة. تعزيزات عسكرية وإجراءات ميدانية إدارية هي الحاضر في مشهد مناطق ما حول محلية تولوس بجنوب دارفور هذه الأيام، والتي وضعت لها السلطات خطة محكمة لاحتواء تداعيات الأزمة التي نشبت مؤخرا بين مجموعتين من الرزيقات والفلاتة، أودت بحياة أبرياء عزل من الجانبين. فالوضع الآن بحسب ترتيب قيادة الدعم السريع أصبح مستقرا بالمنطقة. وضحنا لكل المواطنين وثبتناهم في مواقعهم، خلينا ما في زول يرحل من موقعه، ما في زول يرحل من قريته ولا يرحل من باديته ولا يرحل من أي يوم، كن قاعد مطمئن ومستقر إن شاء الله، والغوات موجودة ومشغالين، يعني ما في حاجة. الآن رسالتنا للشعب السوداني أن الموضوع ده موضوع بسيط جدا ومقدور عليه. الإدارة الأهلية للفلاتة أكدت بداية تجاوز الأزمة بفضل التداعي الذي أولته الدولة للقضية من البداية والخطوات المتلاحقة والانتشار الواسع للقوات لردع المتفلتين وتفريق التجمعات وإرجاع المواشي المسروقة. بننشر الأخبار للأهل أنهم يرجعوا إلى مشاريبهم، يرجعوا إلى مناهلهم، يرجعوا إلى سكناتهم، يرجعوا إلى نزلهم إلى دمارهم، ويكونوا قاعدين ما دام هنالك في قوات قاعدة. أشكر كل رجالات الإدارة الأهلية على ما قاموا به من تأسيس توطيد واستقرار وحماية ودفاع وقبض لتلك المشاكل، أنهم أخذوا الأبقار، أخذوا الأغنام، أخذوا الأطفال، أخذوا الأسر وسكنوهم. القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني بمحلية تولوس أكدت وقوفها مع قيادة الدعم السريع من أجل التصدي للمخربين وعصابات التفلت التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة والعبث بأرواح وممتلكات المواطنين. ووعد باتخاذ إجراءات حتكون صارمة جدا جدا تجاه المتفلتين، يحفظ بها أرواح الناس في محلية تولوس وفي أهلنا الفلاتة وفي أهلنا الرزيقات. نحن بنشكر شديد الشكر للأخ محمد حمدان دقلو وعبد الرحيم دقلو، ومنأكد تضامننا التام معه ومع إدارة الفلاتة وإدارة الرزيقات في احتواء الأزمة اللي حصلت وما كانت مرتب لها وما في يد الناس فيها حاجة. فرض هيبة الدولة وإعمال القانون إجراءات اتخذتها السلطات عمليا هنا لقطع الطريق أمام المتفلتين والمتربصين بأمن واستقرار المواطنين، إجراءات يراها المراقبون مهمة لنقل هذه المنطقة من دوامة النزاعات والصراعات إلى واقع آمن ومستقر. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، محلية تولوس. تواصلوا معكم في هذه النشرة وفيها عقب الفاصل. وزير المالية يعلن تقديم أصدقاء السودان بالاتحاد الأوروبي دعما بمبلغ 460 مليون يورو للسودان.
أهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والعالمية. قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الأحد إنه سوف يستمر في تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس بسبب فيروس كورونا، وذلك رغم مطالبة المصلين بالسماح لهم بالصلاة هناك. وذكر المجلس في بيان أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق. وأوضح أن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، إنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي ما زالت تشدد على استمرار التعليق. أصدرت الصين مقالا مطولا تفند فيه ما وصفتها بأنها ادعاء غير منطقي أطلقها بعض أساس الأمريكيين البارزين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد. وخصصت وزارة الخارجية أغلب إفاداتها الصحفية على مدى الأسبوع الماضي لنفي اتهامات أساس الأمريكيين، خاصة وزير الخارجية مايك بومبي بأن الصين حجبت معلومات وأن الفيروس نشأ في معمل في مدينة ووهان الصينية. وشمل مقال يقع في 30 صفحة عدد كلماته 11,000 كلمة نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني مساء أمس السبت تكرارا وتفسيرا للتفنيدات التي وردت في الإفادات الصحفية، وبدأ بالاستشهاد بإبراهام الرئيس الأمريكي في القرن 19. وجاء في المقال كما قال لينكولن يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت ويمكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت، لكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت. حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين اليوم الأحد على البقاء حذرين من مخاطر فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي يستعد فيه لتوضيح خطط الحكومة للبدء في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي أوقفت أغلب الأنشطة الاقتصادية لما يقرب من 7 أسابيع. وقال جونسون في رسالة على تويتر اليوم الأحد على الجميع دور ليلعبه في المساعدة في السيطرة على الفيروس بالتزام الحذر واتباع القواعد، وهكذا يمكننا مواصلة إنقاذ الأرواح بينما نبدأ التعافي من فيروس كورونا. وسيعلن جونسون تفاصيل نظام تحذير من 5 درجات تتراوح من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من كوفيد-19 في المناطق المختلفة من إنجلترا، للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك. قالت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد إن مناوشات محدودة وقعت بين قوات هندية وصينية تقوم بدوريات في سيكيم على الحدود الشمالية الشرقية لولاية هندية متاخمة للصين، وتبادل الجانبان الاتهامات في الواقعة. وقالت الوزارة في بيان السلوك العدواني من الجانبين أسفر عن إصابة بعض أفراد القوات إصابات طفيفة، وانفض الاشتباك بعد حوار وتواصل على المستوى المحلي. وقالت صحيفة هندوستان تايمز الهندية نقلا عن مصدر عسكري إن 4 جنود هنود و7 جنود صينيين أصيبوا عندما تبادل الجنود الضربات أثناء المواجهة التي قالت إنها وقعت يوم السبت وشارك فيها نحو 150 جندي. قال وزير الاقتصاد الياباني ساتوشي نيشيمورا اليوم الأحد إن الحكومة تبحث رفع حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات 34 التي لم تتضرر بشدة من جائحة كورونا، وذلك قبل حلول الموعد النهائي للإجراءات في عموم البلاد في 31 من مايو. وأضاف نيشيمورا في نقاش بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK رفع حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات 34 والتي يستثنى تلك الخاضعة لتحذيرات محددة، سينفذ على الأرجح في ظل عدم تسجيل حالات إصابة جديدة في كثير من المقاطعات في الآونة الأخيرة.
أما في أخبار الاقتصاد، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي أن أصدقاء السودان بالاتحاد الأوروبي قدموا دعما للسودان بلغ نحو 460 مليون يورو. وبحث اجتماع مجموعة أصدقاء السودان الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس ترتيبات تحديد الدعم المالي الذي سيقدم للسودان في مؤتمر المانحين المزمع عقده يونيو المقبل. وقال وزير المالية في تقريدة على حسابه بتويتر: نشكر أصدقاء السودان في الاتحاد الأوروبي لمساندتهم المستمرة للشعب السوداني، والمتمثلة هذه المرة في حزمة تبلغ 460 مليون يورو. وأوضح أنها تأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الاقتصاد السوداني. أعلنت حكومة اليابان تقديم 2,400,000 دولار لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وذلك لمساعدة أكثر المجتمعات ضعفا وعرضة للخطر في ولايات جنوب كردفان، غرب كردفان وشمال كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، سنار، دارفور وولاية الخرطوم. وتتركز جهود المشروع في خلق فرص العمل والتدريب لشرائح الشباب، النساء، مجتمعات النزوح والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تلقى حتى الآن 78.120 شخص التدريب والدعم وفرص العمل من قبل المشروع. وقال الممثل والمقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان سيلفا راما شاندران في بيان صحفي إن هذا الدعم الياباني في ظل الأزمة الاقتصادية المتمثلة في شح الخبز والوقود بالإضافة لأثار وباء كوفيد-19 سيمكن البرنامج من المساعدة في حماية السكان. أكد رئيس لجنة النقل والترحيل والموانئ بالآلية الاقتصادية العليا إبراهيم الشيخ حرص الدولة على ترقية وتطوير أداء الموانئ البحرية نظرا لقيمتها الاقتصادية والأمنية. وأبان الشيخ لدى لقاء وفد اللجنة بوالي البحر الأحمر ببورسودان أن السودان يملك الموارد البشرية والمادية الكافية لإدارة موانئه دون الحاجة إلى بيعها أو إيجارها. وتلقى الوفد تنويرا شاملا ووقف ميدانيا على المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل بالموانئ والحلول اللازمة لمعالجتها من أجل النهوض بصناعة النقل البحري بالسودان. وأشار مدير عام جمارك السودان الفريق دكتور بشير الطاهر خلال اللقاء إلى أهمية الزيارة في الوقوف على تحديات النقل البحري وسبل تجاوزها، مؤكدا جاهزية الجمارك لتنفيذ ما يليها في هذا المجال. تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 17 مشاة بسنجا بولاية سنار من ضبط كميات من السلع والمواد البترولية المهربة لدول الجوار. وأوضح رئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة عبد الحميد عبد الواحد أن الضبطيات تحتوي على 450 جوال أسمنت و20 كرتونة سيراميك و15 برميل جازولين و8 جوالات كبيرة من البن تم ضبطها بمنطقة الدالي والمزموم في طريقها للتهريب. وأوضح أنه تم ضبط المتورطين في هذه العملية. من جهته أكد والي سنار محمد عثمان محمد الذي وقف على حجم المضبوطات أن القوات المسلحة جاهزة لحماية اقتصاد وأمن البلاد، وحذر من التلاعب بالاقتصاد وقوت المواطن. في هذه الضبطيات الكرت مهربة لدولة الجنوب وذلك ضبطيات مهربة من دولة إثيوبيا في عدد من براميل الجازولين وعدد من الشوالات الأسمنت وعدد من المواد التموينية أخرى. في إطار سياسة الدولة في قفل المعابر وفي إطار اللجنة سياسة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ في منع التهريب ووجود القوات في هذه المناطق الحدودية لمنع التهريب والحد منه، نحن هنا في ولاية سنار في الحدود مع دولة الجنوب والحدود مع دولة إثيوبيا كل قواتنا الحمد لله تعمل على قفل هذه المعابر وعلى ملاحقة كل الناس اللي بيقوموا بشنو بالتهريب. وكان ذلك خلال نتاج هذا الشلة الضبطة من الوقود وبعض المواد الأخرى كان نتاج للعمل الدؤوب في هذه في الحدود. ختام هذه النشرة نذكر بالعناوين.
تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد. نهر النيل تعلن إحكام إغلاق الحدود مع مصر لمنع انتشار كورونا. الحكومة تخصص قوات مشتركة في جميع الولايات لجمع السلاح. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا العرض الإخباري. دائما تقدموا تحياتي وتقبلوا تحياتي والفريق العامل. إلى اللقاء.